في موضوع البيان الوزاري، ما رشح من مسودة للبيان الوزاري. بداية دكتور حمدان، قبل ما أدخل بتفصيل هذا البيان اللي قلنا أنه من الحلال ونفنده على الهواء، بالانتقال يعني بمقدمة البيان الوزاري في أمر واضح، وهو الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج. هل بما قرأت من هذه المسودة في انتقال إلى الاقتصاد الريعي، إلى الاقتصاد المنتج بالأحرى؟ لا، في كلام عام، وكلام عام كمان قرأناه في بيانات حكومية سابقة، رغم وجود بعض الخروقات الإيجابية في البيان الحالي من المسودة الحالية، ولكن تقريبا أننا نكرر الأدبيات نفسها بشكل عام. آخر بيانين ثلاثة وزاريات تضمنوا 70-80% من هالنقاط هيدي. وأنا بقول بهالمعنى، بقول لا ثقة من حيث المبدأ، من حيث المبدأ لا ثقة، حتى يعني حتى لو مننا النفس بأن نرى أفعالا ملموسة، ولو بعض الأفعال الملموسة اللي إلى منطق آخر ووجهة أخرى غير اللي عهدناه من 30 سنة لليوم، بس من حيث المبدأ لا ثقة. لا ثقة، يمكن إذا شرحنا شوي بالعمق ليش لا ثقة. لا ثقة لأنه جزء كبير من الاقتراحات الواردة والتوجهات الواردة في المسودة هي عبارة عن تشريعات ومشاريع قوانين. شي بيطال الفساد، شي بيطال حقوق المرأة، شي بيطال السياسة المالية، شي بيطال السياسة النقدية، وهلما جرا. المشكلة أنه هذه كلها بدها تنزل على مجلس نواب هو كان مسؤول خلال 30 سنة بمعزل عن مواصفات أعضائه الشخصية والمهنية والخلقية، هو مسؤول كان عن التغطية أو تعامل مع حالات كبيرة من الهدر حتى لا أقول الفساد. هذا بيرجعني للنقاش الأول اللي صار في بداية الانتفاضة، عندما تعمم شعار بصفوف مئات الألوف من الناس أنه حكومة جديدة مستقلة بصلاحيات استثنائية بما في ذلك في المجال التشريعي. وكان في قناعة عند اللي تبنوا هالشعار وكانوا بالالاف انه اذا ما كان عندها صلاحيات استثنائيه هالحكومه كما حصل مرارا بالماضي خصوصا ايام التجربه الشهابيه رح ترجع دوري دوري، وبترجع بتروح على مجلس النواب هالنوايا الاصلاحيه، وهونيك من هالك لمالك لقباض الارواح بالزواريب اللجان وبالمصالح الصغيره يعني، وكل موضوع تتناول هالتوجهات في له شبكة مصالح مخفية أو معلنة بالنسبة أو أخرى داخل مجلس النواب، من احتكار الدواء لاحتكار المحروقات. هلا هن في كسر شوي لاحتكارات الدواء بالحديث عن الجنريك بالبيان الوزاري، انه العوده الى الجنريك بالادويه اكثر وتشجيع هذا الامر، بس حضرتكم كاقتصاديين لما اقتصاديي الحراك بوقت سميته، لما وضعتوا ورقه اقتصاديه، إذا بدك تقول اليوم على أي أساس، يعني دايما في نية، يعني إما نية جرمية إما نية إصلاحية، على أي أساس وضعتوا هذه الورقة؟ شو اللي أخذتوه من الناس وقلتوا نحن بدنا نبني على هذا الأساس؟ يعني كنا شايفين أنه بالنهاية هالناس اللي عم تعاني وعم تنزل بعشرات الألوف نازلة، لأنه يعني بعطيك مثل أنه عم ينزل 50,000 سنويا على سوق العمل ببنيتنا الديموغرافية الحالية، بنسبة الخريجين اللي عم تطلع من الجامعات أو من التعليم المهني النظامي أو غير النظامي، عم ينزل 50,000 سنويا على سوق العمل اقتصاد لا ينتج بفرعيها القطاع العام والخاص أكثر من 10-15,000، من ضمنهم تقريبا الثلث اللي بأشكال ملتوية فوق الطاولة وتحت الطاولة الدولي سنويا عم تشغل، وبدون معرفة شو مدى الحاجة إلى من تشغله، ولا الكفاءة كمان، 5,000 موظف
بين عسكر، بين أسد التقاعد تعاقد وظيفي، بين دحوشة بالوزارات خصوصا بالمؤسسات العامة والمصالح المستقلة. ممكن في مشكلة أنك أنت عندك هالشباب، وهي إن الشباب سمة الحراك، هالشباب مسدود الأفق أمامهم، اقتصاد معشعش في الريع إذا بدك بحكي 5 ساعات عن هالموضوع، مش أنه عم ردد كلام عام، لا يخلق فرص عمل، وإذا ما خلق فرص عمل فهي بريكير يعني ضعيفة، يعني مستوى أجر يلامس خط الفقر، تقديمات اجتماعية مشكوك بالحصول عليها، تراسابيليتي للتطور المهني خلال عمره العملي بالمؤسسات مش واضح، وهذا كله بيعود يشكل مصدر قلق لهالشباب، والعدد بيتراكم سنة بعد سنة. هلأ كانت الهجرة اللي طبقة سياسية روجت لها كتير، لأنه هي أس من أسس الاقتصاد الريعي. بدل ما نحرج حالنا كطبقة حاكمة أمام البحث عن طرق وأساليب لدمج هالكفاءات بالإنتاج الحقيقي وبسوق عمل محلي وبنشاطات إلى قيمة مضافة عالية، الأسهل هذه العقلية الميركانتيلية اللي لها 100 سنة نروح يبعثوا مصاري، نبعثهم يبعثوا مصاري، بتجي على المصارف، المصارف عملت اتفاق وفاتت على غرفة النوم مع النواة الحاكمة، نعطيكم فوائد أعلى، بتعطونا ما نحتاجه لتغطية العجز. هلا انا اليوم بهذا البيان فينا اذا شيء نبلش نشوف بالخطه الاقتصاديه، يعني اجمالا للصفحه 5 لدخلوا فعليا بموضوع الخطه الاقتصاديه بهذا البيان الوزاري. لافت بانه في اشاره ايضا بالمقدمه الى خطوات مصيريه وادوات علاج ستكون مؤلمه، هيدي اللي بدنا نفسرها للناس، لانه الناس دغري بس تقول ادوات علاج مؤلمه بتقول رايحين على ضرائب، هل في ضرائب؟ ما في ضرائب. منبلش بالصفحه 5 ابرز شيء باخر فقره بموضوع مكافحه الفساد، مثل ما عم نشوف الجمله اللي بتقول رفع السريه المصرفيه ورفع الحصانات عن كل من يتولى الوظيفه العامه. كيف بيقدروا يرفعوا السرية؟ هيدا بده قانون، مظبوط؟ كيف فينا نقول؟ هيدا بيأكد ما بدأت فيه، انه لانه اجى بدل عن ضائع هذا النمط من التشكيل الحكومي، ما اجى بإطار حكومي مستقل من خارج التشكيلات السياسية الطائفية الحاكمة، عنده قدرات مهنية وأخلاقية كتير رفيعة وعنده صلاحيات تشريعية. لأنه ذلك ما حصل، أنا صرت خوفان أنه هذا الذي يعد به البيان الوزاري حول رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية واستعادة الأموال، رح أدخل هو استعار 60-70% من شعارات الحراك. بس أسمع كلامك يعجبني، اشوف افعالك. نعم، بيقولوا انه شو الخطه العمليه، يعني اعطى عناوين شعارات عناوين، ما في خطه عالميه. لا يمكن يفاجئونا بعدين انه لانه حاطين عليها مختصر مسود، يمكن يكون في افكار اضافيه، بس مع ذلك بيضل الواحد ايده على قلبه، لانه هذا كله بده يروح على مجلس نواب، نعرف كيف اتى عبر اي قانون انتخابي. اساسا هي الموازنه مؤخرا شرعت بالعتم مثل ما بيقولوا، يعني من اخر موازنه بالضبط، ما اخر بنعرف من تاريخ التشريع بطيء في التشريع، المشاريع بتمرق وبتضلها سنوات على رفوف اللجان وغيره، يعاد بكل مشروع مره واثنين وثلاثه واربعه تدويره مثل ام العروس على هاللجان، ومحل ما في مصالح حقيقيه. مثلا انا بعطيك، نحن اشتغلنا مع الله يرحمه بس الفليحان حول دراسي عن درجه المنافسه بالاقتصاد اللبناني، كومبيتيشن ان ذا ليبانيز ايكونومي. كان معنا كمان توفيق، دكتور توفيق جاسبار بالفريق، اشتغلنا كباك جراوند، ورقه خلفيه لنحسن صياغه قانون مكافحه الاحتكار. هي ومع بداية الحريرية البلد كان عم ينتقل نحو الالتحاق بالعولمي، نحو التحرير الاقتصادي، تخفيض الرسوم الجمركية، رايحين
يعني رايحين بسرعة استثنائية وراء فتح البلد وإلى آخره. بهذيك الفترة كلفنا بدراسة، عم أحكي عن ما بعرف يمكن 2002 2003 كلفنا بأن نقيس ببنية الأسواق المحلية قديه في سيطرة الشيء اللي بيسموه أوليغوبول، احتكارات القلة. وبتذكر انه من يومتها كان في بين ايدينا مشروع مسودة قانون 2002، صرنا 2020 18 سنة. ما بعرف شو صار بهالمسودة، طلع في منها بعدين كذا مسودة وبرمت بكذا. انتوا بوقتها شو قررتوا بهذا؟ يومتها بين معنا نتيجة مذهلة، لك 20 سنة بعد الحرب. سمعتي الاف التوكشويات كله بيحكي وتحت الطاولة اعتبارات مذهبية وطائفية ومنفعية ومصلحية وإلى علاقة باستقطابات خارجية اللي بيتحاوروا، هذا اللغة السائدة بما فيها أوجه يعني يمكن لومي للإعلام، هذا مستوى الإعلام، أنه مندور على كل ما له علاقة بهالتناقضات الطفيلية والثانوية بين سني وشيعي ومسلم ومسيحي ودرزي وتعيينات وهيدا له وهيدا الي وهيدا ما هو لا يمرق القصص اللي بينما مثلا من 2002 مبين معنا وكانت يومتها صاعقه النتائج وحتى البنك الدولي اشار 100 مره الى انه هذا بلد احتكارات في احتكارات فعلي. تاريخيه مترسخه بمعظم اسواقه. يعني نحن قدرنا نحصر استنادا الى شيء بيسموه الايزك كود، هذا التصنيف الانشطه بالعالم 5000 بند وسوق بند وكذا، قدرنا نحصر شيء 300 سوق. يعني مثلا سوق الالومنيوم في مثلا نقول من الكلاسيفيكاسيون ديز اكتيفيتي في شيء 30 بند لهم علاقه بسوق الالومنيوم، جمعناهم شفنا لانه الله يرحمه الدكتور فلاحان طلبنا منه اذا بدك نتائج الى نكهه بدك تعطينا كل الرو داتا تاعت التي بي اه يعني هال 8000 شركه بدون ما تعطينا اسماء من واحد ل 8000، اعطينا هالداتا لنقيس كل واحد شو وزنه بهالسوق وقدرنا نطلع بالنتيجه التاليه مشان ما ضيع المشاهد، انه على 300 سوق امكن احصائهم طلع عنا انه بثلثي الاسواق شركتين او ثلاثه مسيطره على 70-75% من الاوتبوت من مبيعات السوق. طبعا في تفاوت كثير بحسب القطاعات وغيره، بس في محلات فائعه كثير، موضوع الادويه مثل الادويه النفط، موضوع المحروقات النفطيه، موضوع القمح، موضوع في كثير قضايا. وبالتالي انت وعم تعملي قانون مضاد للاحتكار انتي تراست لوز، كان لازم تشوفي دون الإساءة إلى مصلحة الاقتصاد والاستثمار وإلى آخره، قدس الأقداس هذا الحرية الاقتصادية، مثل ما عملت دول العريقة في رأسماليتها قوانين تحد أو تمنع قيام هالكارتلات الاحتكارية. لاحظي كله عم يتبدل من 30 سنة لليوم إلا سيطرة الاحتكارات عم تزداد. على ذلك بيقولوا لك عم تزداد لدرجه عم تتحكم بالناس، كلنا شفنا على ذلك بيقولوا لك لبنان بلد غالي كثير هلا بالمعايير الدوليه والمقارنات بدول المنطقه وبرا، نحن دوله تعتبر فيها كلفه المعيشه كثير عاليه. ليه؟ لانه هيدي مصالح مش حدثيه، مش بين يوم وثاني، هيدي مصالح عميقه جدا ومشرشه خصوصا مقارنه مع الدخل والبطاله، هي اللي بتجعل انه كلفه المعيشه بالبلد عاليه. بلد غالي، بيروت مدينة غالية، حتى بتقارنيها أوقات اللي بيسافروا كتير وبيروحوا بيجوا بيقارنوها مع دول رأسمالية صناعية وغيره، أنه بكتير محلات نو واي يعني في كلفة معيشة عالية. بالمقابل عندك 60% من اللبنانيين بيشتغلوا أجرة، في ناس استفادوا من تصحيحات أجور من 96 لهلأ بالقطاع العام 3 مرات، 2008 مع الوزير أزعور، 2012 غلاء المعيشة، 2017 سلسلة. القطاع الخاص اللي فيه تقريبا 75-80% من الأجراء استفادوا من 2008 200 ليرة 200 ألف ليرة على الرأس يوم تم طعام الغنم،
ومن بتاعة 2012 ثم وقفت هون. هلا بس تقارني تروحي على الداتا بيز اللي مش معلنة تات الضمان محل ما بيصرحوا أصحاب العمل، حتى لو افترضنا عمويان وسطيا صاحب العمل عم يصرح بنسبة الربع أو الثلث أقل، تتفاجئي 70-80% من الأجور المصرح عنها تكاد لا تلامس الخط الأعلى للفقر المقدر اليوم سنة 2020 بحوالي 1200 إلى 1300 دولار للعائلة.